أجواء جديدة في ظل إجراءات التصدي لفيروس كورونا في جميع المحافظات لتستقبل درعا شهر رمضان الفضيل بالتحفظ على بعض العادات والطقوس الرمضانية التي لطالما فرضت نفسها في كل عام. لرمضان اليوم سماته الخاصة تتبع تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة من تدابير السلامة العامة والإغلاق الجزئي لبعض المحال وتخصيص أيام لفتحها. الأهالي هنا عبروا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار وطالبوا بحلول رقابية واقتصار العادات الاجتماعية والطقوس الرمضانية على البقاء في المنزل. العادات والتقاليد بعدها مثل ما هي، بس ولكن يعني هالفيروس الله يبعده عنا، ونحن شايفين الحمد لله ما في عنا شيء، وسنة خير على الجميع إن شاء الله ينعاد على الأمة العربية وعلى الإسلامية. في انفراج، يعني صار في حركة، صار في لبعض المحلات تفتح، صرنا نتجول. كنا أول لا بتعرفي محصورين، لا الحمد لله بخير كلياتنا. رمضان معروف بأزمته، ما عم نشوفها حاليا بالأسواق، يعني مفقودة من الأسواق. زاد في شغلات كتير برمضان، أهم شيء القطايف، بما أنه إحنا بنبيع قطايف يعني، فخفت حركتها كتير برمضان. كمان إحنا كبياعين بنعاني من غلاء الأسعار، وكورونا يعني مأثر كتير على الشيء، على الأسعار. غلى كتير يعني، اختلف عن بالنسبة للأسعار، بالنسبة للأسواق، بالنسبة لحركة التجارة، كتير فرقت الأسعار. الغلاء وهاجت الناس، وصارت الناس العمل الشغل ووضع الاجتماعي والمعيشة، وبسبب هذا المرض الوباء اللي اجى على البلد، يعني هذا سبب انه كان خفت الحركة من الشارع والزيارات. رمضان شهر البركة والخير ولمة العائلة، ارتفاع الأسعار واستغلال الوضع العام من قبل التجار هو ما يعكر صفو هذا الشهر في درعا. للإخبارية السورية مرحل مقداد، درعا.